يا انت ولا انت ديروا ابوني وفعلوا الجرس لا غادي يضربكم شي واحد. ولدي حمزة انا بغيتك تكبر بيا هاد العام وتنجح وتفرحني. الله يهديك بابا، واش انت حازق علينا مع الصباح صاحبي؟ كون انا درتها كنت ندمتيني حياتي كامله. اصلا ما فيهاش الريحه وانت درتي من الحبه قبه، ولكن شوف غادي نكبر بك ما تخافش. ولدتي الرجال راه قال لك الصح، بيناك تشرف بينا ونضربوا بك المثل. ضربوا بيا المثل، انا هو البولماني. الله يهديك الوالده، اكوني مع الله يكون معك. اشكون هو هذا تاني؟ ويلي ما عرفتيش ناري؟ ما يمكنش هذا بنتي غني. لقيت اللي تبغيني عاد جايه تسول فيا، ملي كنت انا وحدي وين كنتي وانتي يا دابا؟ واش انا تنقول لك زينا راسنا وانت تقول لي البولماني هذا ما عرفت حتى شكون هو؟ وصافي ماما يدينا يا كلمه وحده، عرفتي ما يجيكم مليح، تسناو تسناو هاني جاي صافي. اما هذا المراه الراجل ما فين مشى هذا؟ اش تدير يا قلتو لي زينا راسنا؟ اي قلنا وداكشي باش هزيت التلفازه الفوق باش يبقى راسكم ديما مرفوع. اش بان لك الوالد تنفكر ولا ما تنفكرش؟ الراجل اما تضربش علاش راس التلفازه؟ واش انت تفكر ولا لا؟ عندك الحق، احط التلفازه داك مسخوط الوالدين. هي هي صافي هي الاولى. هي اجي لامك دابا. خرج راسك نشوف، خرج بيت نهضر معاك. نعم بابا. انا حكمت امك، انت دابا محكوم. يلا خرج مني بيت خرج. انا نسيت. يلا خرج دابا نشوف. انا هرت الله بابا والله ما باقي نعاود بالله. يسامحني اخر مره كان وعدك. دابا تطلب وتترغب يا كنعلم. عرفتي ورجع من الخدمه وما نلقاك واكل الفطار، راه داكشي اللي نديرو لك. والله ما نقول لك حتى حمزه. كيفاش بابا؟ كيف سمعتي والهضره ما تتعاود جوج المرات؟ وقال لك المثل لفاتك الهضره قول سمعت. داكوغ بابا. وبقى لي بديك الفرنسي ديالك ياك، ما تصحابك انا قاوري. انت عارف ولدك وعارف الفرنسي بابا، تقولي دابا هاد الهضره هادي عاد انا تنقول لك لو فير لو فير سمق ه باسي كومبوزي جي سمق ه تيا سمق ه الى سمق ه نزافو سمق ه زافي سمق ه ايزون سمق ه. اش بان لك الوالد؟ يا هذا الشيء زين المعلم، زيد كمل. واش انت حماق الوالد؟ انا غادي نكون جي لك لو فيغ شويني فيك او باسي كومبوزي جي شويني فيك تيا شويني فيك الى شويني فيك نو زافون شويني فيك فيزافي شويني فيك ايزون شويني فيك. واش ما معايا راسك؟ يلا غنمشي ونخليك مع الحفاظه ديالك. الله معاك الوالد. وايلا لا حنا بدخلنا ماكله الدفاطر الله يتنقص هاد الدفطر. هذا فيه شي 300 صفحه لا تا خويا جبت شي واحد فيه شي 50 صفحه. وانا خويا انا على 300 صفحه هذا مازال اخويا قليل. نبداو بهاد يونيت اللي كاينين هنايا. انظر ولدي حمزه والله الا لقيتيني قريبه الوالد بقاو لي شي لعبات قول لها وما تشوفو. والله الا الدفتر كله كليت الوالد صراحه هادشي راه يفوق الشبع. والله الا يفوق طاقتي تعاوني فيه. اولا اش تدير هاد الحرام ادوي بلاتي بيتها بابا واحد دقيقه نكملي هذا صافي. ياك انت اللي قلتي لي نجي نلقاك واكل الدفطر وانا خدام فيها بقى لي هذا وهذا. اي قلت لك كل الدفطر زعما راجع مزيان وحفظ مزيان باش دير به السندويتشات. دابا خليك من هذاك الشروالي هذا. شوف كملي هذا السندويش هذا اللي بقى كبير كملو ونكمل انا هذا الصغير ونفرتكو هذا الدفطر هذا. اش بان لك؟ ولد الله ينعل اللي ما يحشم. راه عندي الدكا على داك عندي الدكا على قد الحال. قلتي لي كل الدفطر مشى ليا بالي مع الماكله اصلا كان فيه الجوع. انا اليوم غادي نتبلى بك. الله يرحم ليك الوالدين الوالد شنو بين مقيده ناكل صح شو مالك؟ الا بغيتيني ما نضربكش غادي دير واحد التحدي. هيا ندير هاد التحدي نديرو. هو هاد الفيديو وصل اكثر من 4000 لايك. واخا واخا اخوان ما وصلوا هاد الفيديو اكثر من 4000 لايك الله يحفظكم وبارك. واش بين مقيده ناكل صح شو مالك؟ واش تفهمنا؟ صافي الوالده هما غادي يديروا هذاك الشيء صافي. يلا نعول عليكم تاكلوا هاد الشيء مازال زيد فيه. لا لا ضحكت معاهم ضحكت معاهم. وجه النحس